الأعياد وخصوصا عيد الأضحى المبارك، تزدهر الرقصات الشعبية في ساحل حضرموت ومطالعها بما يظهر شيئا من الفرح والزهو، ويذكر الأهالي بتاريخ أجدادهم الذين تمكنوا من طرد الغزاة وهزيمتهم من ساحلهم وكنزهم الشرقي المقاوم والراقص. العدة أو الشبواني هي واحدة من أكثر الرقصات التراثية والشعبية الأوسع انتشاراً في مديرية شرق حضرموت، خصوصاً مديريتي الديس الشرقية والشحر، حيث لها ارتباط تاريخي ذات طابع حربي مرتبط بمقاومة أهالي الساحل للغزو البرتغالي وهزيمته، كما أنها تعتمد على فكرة الكر والفر والتحام الصفوف، ولها رئيس أو مقدم للرقصة ومساعدون يطلق عليهم لجنة العدة، ويشكل الراقصون صفوفا متناسقة لا تقل عن 6 صفوف بقوام 8 إلى 12 فردا في كل صف، حيث يؤدي الجميع رقصة وحركة واحدة معتمدين على إشارة صاحب الطلعة الذي يعتمد في إشارته على إيقاع الهاجر أو صاحب الآلة الإيقاعية، والذي بدوره يعمل ضابطا للكسرات والإيقاعات. نشكر أول شيء قناة سهيل على هذه الزيارة، كمان نهني الجميع يعني مشاهدين بهذا العيد السعيد. رقصة الشبواني، ولكن الآن رقصة الشبواني كانت شبه منقرضة في الديس، وحلت معها رقصة العدة في طلعوا أصحاب حي الثورة في هذا اليوم ويعملوا رقصة العدة. وثالث أيام العيد أيضا تطلع رقصة العدة من حي الشهداء حي القويرة، ويعملوا من ينطلقوا من القويرة أو من حي الشهداء إلى ساحة الحصن، هنا يسموها ساحة الحصن، فتوقف العدة إلى هنا. نهني جميع الأهل والأحباب وجميع المسلمين بهذه المناسبة، كمان نحن جينا من منطقة المقد لمشاركة أهلنا وأحبابنا في مديرية الديس. هذه فرحة العيد حيث تجمع يعني بين المقد والديس، هناك علاقات أخوية وعلاقات أسرية حميمة جدا، فنحن نأتي سنويا لنشارك أهلنا وأحبابنا في هذه المديرية الطيبة وادي عمر، نشاركهم أفراحهم في هذه العيد، وكل عام وأنتم بخير. وفي هذا العيد كانت رقصة الشبواني حاضرة كرقصة تراثية يعكف سكان الساحل على المحافظة عليها وإقامتها سنويا، إضافة إلى كونها تعد متنفسا عيديا للكثير من الأهالي الذين عادة ما يتواجدون لمشاهدة هذه الرقصة الشعبية كنوع من برنامجهم العيدي الذي لا يكتمل إلا بمشهد كبار السن وهم يرقصون الشبواني ويطلقون ابتساماتهم العريضة. لطالما كان الشبواني رقصة التمكين والنصر والفرح، وطالما كانت الرقصات الشعبية تعطي بعدا فرائحيا حضرميا يجمع ما بين الموروث والتراث وما بين متطلبات الفرح والاحتفاء بالعيد، فكانت هذه الرقصة الأكثر دلالة وتعبيرا على استدعاء التراث من أجل خلق أجواء عيدية راقصة تمنح العيد ما يستحقه من الفرح والألق. عماد العامري لقناة سهيل من مديرية الديس الشرقية.